الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا آخر سورة يوسف، لعلنا نقرأها وأن نستمع لما فيها من المعاني والفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جاءت البشارة إلى يعقوب بسلامة أبنائه يوسف وبنيامين ويهوذا الكبير، وحينئذ عاد إليه بصره، وجاءت إليه البشارة بأن يوسف أصبح عزيز مصر وأنه هو الذي أنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية العظيمة التي كادت أن تعصف بالبلاد، فقلبها الله على يديه لتكون سبباً من أسباب الازدهار الاقتصادي لتلك الدولة. فكان الناس يتحدثون بسيرة يوسف وبما عنده من ذكاء وقدرة على التصريف وما لديه من أمانة وما عنده من علم، ولذا كان يعقوب على أعلى درجات الابتهاج والسرور بهذه العاقبة الحميدة التي جعلها الله لهم. وأخوة يوسف ما بين نظر لوالدهم الذي أخطأوا في حقه إلى تأسف من يوسف الذي كان له الأمر والنهي، حيث قد تجاوزوا في جنابه بالأخطاء الكثيرة. ظلوا يمشون من الشام إلى مصر أياماً عديدة، إذ كان السفر يحتاج إلى تلك الأوقات في تلك الأيام، إذ كانوا يمشون على الجمال وكانوا يستحثون الخطى من أجل مشاهدة يوسف، ولذا قال تعالى فلما، فإن الفاء تفيد التعقيب. فلما دخلوا على يوسف أي أنهم جاءوا إلى مصر ومباشرة قاموا بإدخالهم على نبي الله يوسف، وكان عزيز مصر في مجلسه العظيم، حينئذ ضم أبويه إلى نفسه وأظهر لهما التبجيل والاحترام والتقدير، ولذا آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وانظروا إلى هذه السورة وقد ذكرت ما في نفس يعقوب من الحزن ومن ألم الفراق، ولم تذكر ما كان من والدة يوسف، إذ إن فؤاد الأم أعظم حناناً على أولادها من الأب كما هو معلوم، خصوصاً أن يعقوب نبي من أنبياء الله وعنده من اليقين ما ليس عند غيره. ثم هو قد علم بأن يوسف حي وبأنه سيكون له المستقبل الباهر بتلك الرؤيا التي رآها يوسف. حينئذ خاطب يوسف أبويه وإخوته فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فالمشيئة
قد علقت بالأمن، والأمن هنا ابتعاد المخاوف. مما كانوا يخافون؟ كانوا يخافون من الفقر والحاجة، ولذا قال إخوته قبل: مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. كانوا يخافون من الفرقة والتشتت، كانوا يخافون من أنواع المخاوف التي تصيب سكان البادية، ولذا بشرهم بالأمن التام في مستقبل أيامهم، وخاطبهم بلسان الجمع ليشعرهم بالأمن من التفرق، فقال: آمنين. وحينئذ أراد أن يظهر منزلة أبويه عند الناس أجمعين، فرفع أبويه على العرش، وهي منزلة عظيمة لا ينالها إلا من كان له المكانة العليا. حينئذ خروا له سجدا، والخرور السقوط من القيام على الأرض، وكان من شأنهم في الزمان السابق أنه عند وجود التحية لمن على مكانه وعظمت منزلته أن يسجدوا له. وأما في ديننا فإنه قد نسخ ذلك، فلا يصح لأحد أن يسجد لأحد. وحينئذ أشعر يوسف أباه بحديثه السابق، وهذا يدلك على أن تلك الرؤية السابقة كانت في نفس يوسف، وأنها لا زالت أجزاؤها تتكرر على ذهنه ما بين وقت وآخر. وخاطب أباه بلسان المتخضع المتذلل له بخطاب الابن لأبيه، فقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي، أي ما آلت وما وقعت وما حصلت عليه رؤياي السابقة، فهذه حقيقتها، وقد جعلها ربي حقا، يعني لم تكن من أضغاث الأحلام، وإنما هي من رؤيا الحق. ثم قال مذكرا بنعمة الله عز وجل عليه، معترفا بفضل رب العزة والجلال عليه، فقال: وقد أحسن بي، فنسب الفضل إلى رب العزة والجلال، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وفي ذلك تذكير بنعمة الله عليه بهذا الأمر. وانظروا كيف كان يوسف متأدبا مع إخوانه، فلم يذكر أنه قد نجا من مضايقاتهم، ولم يذكر غيابة الجب التي ألقاه إخوانه فيها لئلا يحس بإخوانه. ثم قال: وجاء بكم من البدو. البدو يعني المكان الذي لا يستقر الناس فيه في موطن، بل يتنقلون من مكان إلى مكان يبحثون عن الرعي والمياه. فكان يعقوب وأبناؤه من سكان البادية، ويحتمل أن يراد به أن مدينتهم كانت مدينة بادية، يعني ليس عندها شيء من العمران، لأن من المتقرر أن الأنبياء يكونون من أهل القرى لا من أهل البادية. قوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا من أدب يوسف مع إخوانه، فلم يقل: من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، وإنما
تأدب معهم وقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ونزغ الشيطان نزعه الشديد وأخذه لقلب الإنسان ليجعله على حال مغايرة إلى لحاله السابق. ثم تذكر فضل الله عليه فقال: إن ربي لطيف لما يشاء، أي يجعل للحوادث والآثار الجميلة العظيمة أسبابا يسيرة قليلة، إنه سبحانه هو العليم الحكيم، أي يعلم خفايا الأمور ويطلع على ظواهرها وبواطنها، وهو الحكيم، فلكل قدر من أقداره حكمة ومصلحة تقتضيها، ويختار من الأوقات لكل قضاء ما يناسبه. ثم توجه بالخطاب إلى ربه جل وعلا شاكرا ومعترفا، فقال: ربي قد آتيتني من الملك. لم ينسب ما حصل عليه من المنصب والمكانة إلى نفسه أو مهارته أو أمانته، وإنما نسبه إلى رب العزة والجلال، فقال: ربي قد آتيتني من الملك، يعني من الأمر والنهي، فهو عزيز مصر وكبير وزرائها. قال: وعلمتني من تأويل الأحاديث. فالعلم الذي يحصله الإنسان نعمة من الله جل وعلا، فاطر السماوات والأرض، يتذكر قدرة الله على إيجاد السماوات والأرض من غير مثال سابق، فمن قدر على ذلك فهو على تصريف أمور الناس وتغييرها أقدر سبحانه وتعالى. ثم قال: أنت وليي، يعني أنت الذي تتولاني وتتولى شؤوني وتتصرف في أمري كله في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: توفني مسلما، أي اجعلني مستمرا على دين الإسلام، بحيث إذا جاءني الموت وجاءني وأنا مقر لله عز وجل بأنه المستحق للعبادة دون من سواه، وألحقني بالصالحين، أي اجعلني تابعا للصالحين الذين يصلحون أحوالهم فيعبدون ربهم. وانظر إلى كلمة نبي الله: وألحقني، مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم واستشعاره مقام الذل والخضوع في مخاطبة رب العزة والجلال. هذه القصة العظيمة، قصة يوسف، من القصص التي تخفى تفاصيلها وحوادثها على كثير من الناس، ولم يكن يعلم بكثير بأصولها وأكبر الحوادث فيها إلا نوادر من الناس، ومع ذلك أوحاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لتكون علامة على صدقه، وآية وبرهانا على أن ما جاء به حق. ومن أنواع إعجاز القرآن الإعجاز التاريخي بأن يذكر الحوادث السابقة على وفق ما كانت، بدون أن يكون هناك تداول لهذه الأحاديث فيما بين الناس. ولذا قال تعالى: ذلك، يعني قصة يوسف، من أنباء الغيب، أي من الأخبار التي خفيت على الناس، نوحيه إليك، أي ننزل الكتاب والوحي إليك بذكر تفاصيلها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا عندهم
حتى ينقل أخبارهم. ولذا قال تعالى: ما كنت لديهم، أي لم تكن موجودا عند حدوث هذه القصة، إذ أجمعوا أي اتفقوا وعزموا على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب، وهم يمكرون أي يدبرون الخطط الخفية والتفاصيل السرية في شأن يوسف وأخيه. ثم قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مع أن الآيات المتتابعة قد جاءت في القرآن الكريم، ومع أن العلامات والدلائل على صدق هذا النبي وصحة الرسالة متعددة، إلا أن الله قد قدر ألا يؤمن بعض الناس، مما يرفع ما قد يكون في قلب نبيه أو قلب الدعاة أو قلوب الدعاة إلى دينه من ضيق صدر أو هم بسبب عدم دخول الناس في دين الله وعدم استجابتهم له. ولذا قال: وما أكثر الناس، أي لن تجد غالب الناس مؤمنين ولو حرصت أشد الحرص واهتممت ليدخلوا في هذا الدين. ولذا قال مؤمنين، ليشعر أن هذا الإيمان في أوله إيمان بالله تعالى، وإذا كان الله قد علم أن بعض عباده لن يؤمنوا، والإيمان يتعلق به سبحانه، ومع ذلك فالله قد أجرى قدره بذلك، فحينئذ لا يكن من شأنك أن تتأثر وأن تتغيظ وأن يلاحقك الهم والغم بسبب عدم استجابة الآخرين لدعوتك. ثم ذكره بأنه ليس لك فائدة دنيوية من هذه الدعوة، وأنت عندما تدعوهم لا تطلب منهم أجراً دنيوياً، فلا تطلب منهم منصباً، ولا تطلب منهم مالاً، ولا تطلب منهم شيئاً من أمور الدنيا، ولكن هذا ذكر، أي وحي أنزله الله ليذكر العباد ربهم جل وعلا، وبالتالي فهو ذكر لله سبحانه وتعالى، يدخل فيه من قدر الله له النجاة. ثم هذا القرآن وهذا الوحي يجعله سبباً، يجعله الله سبباً من أسباب علو مكانة من يلتزم به ويؤمن به، فإن من كان من أهل الخير والطاعة أعلى الله ذكره. وبين أن الآيات والعلامات الدالة على قدرة الله كثيرة في الكون، وأن هناك آيات يمرون عليها، سواء الآيات الخبرية الذكرية أو ما يتعلق بمساكن المعذبين الذين يمرون عليهم. فقال: وكأي من آية، أي هناك آيات كثيرة في السماوات وفي الأرض تدل على صدق هذا النبي وعلى صدق هذا الكتاب، وهذه الآيات يمرون عليها، إما بمنازل المعذبين كمنازل قوم لوط وقوم ثمود وقوم عاد، ومع ذلك كأنهم لم يشاهدوها، بل هم يعرضون عنها ولا ينتفعون بها ولا يتعظون. وبين جل وعلا أن إيمان كثير من الناس بالله إنما هو على جهة الشرك، فهم يؤمنون بالله
لكنهم يجعلون له أندادا يصرفون لها العبادة من دون الله، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، وبالتالي أصبحوا مشركين. ولذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله، فهم يؤمنون بوجود الله وبتصرفه في الكون وبأنه خالق السماوات والأراضين، لكنهم عند مقام العبادة يصرفون العبادة لغير الله تعالى، فيكونون بذلك مشركين. خوفهم الله جل وعلا من نزول العقوبات الدنيوية بهم، فإن من سبقهم أعرضوا عن الاستجابة لدعوة الله فنزلت بهم العقوبة، وهكذا هؤلاء لا يأمنوا أن ينزل عليهم عقاب شديد من الله. ولذا قال: أفأمنوا، أي هل كانوا آمنين غير خائفين من أن تأتيهم، أي تنزل بهم غاشية من عذاب الله، أي عذاب يغشاهم ويغطيهم ويشملهم جميعا. وهل أمنوا أن تأتيهم الساعة، يعني يوم القيامة، بغتة، يعني من حيث لا يشعرون، وبالتالي يموتون، فيكون هذا من أسباب موتهم على عقائدهم الفاسدة وهم لا يشعرون، أي لم يستعدوا لما بعد الموت. ثم أمر الله نبيه أن يظهر هذه الديانة وأن يبينها بدون لبس فيها ولا خفاء، فقال: قل هذه سبيلي، أي هذا الطريق الذي أعبد الله به وحده، فأؤمن بالله وأصرف العبادة له وحده، هذه سبيلي، أي الطريق الكبير الذي أسلكه وأسير عليه. أدعو إلى الله، أي أطلب من الآخرين أن يمتثلوا أمر الله وأن يستجيبوا لشرعه، على بصيرة، أي على علم ونور وهدى من الله تعالى. أنا ومن اتبعني، أي نسير على هذا الطريق الواضح، أنا ومن سار على طريقتي في الدعوة إلى الله جل وعلا. وسبحان الله، أي تقدس وتنزه رب العزة والجلال من الأوصاف غير اللائقة به، ومن صرف غير ومن صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وسبحان الله، وما أنا من المشركين ممن يصرف شيئا من العبادات لغير الله، من مثل الصلاة أو الدعاء أو الذبح أو نحوها. ثم بين الله جل وعلا أن شأن الرسالة شأن قديم، وأنبياء الله لا زالوا يتتابعون على البشر، وهم أفراد من أفراد الناس يماثلونك، وبالتالي فإن طلب كفار قريش أن تأتيهم بالملائكة أو أن استغرابهم من كون هذا النبي من البشر، هذا من الأمور التي هذا من الأمور غير المستغربة. ولذا فإن أنبياء الله السابقين كانوا من بني البشر رجالا مثل هذا الرجل ومن أهل المدن، ولذا قال: وما أرسلنا، أي لم نبعث نبيا ورسولا من قبلك، أي من قبل زمانك، إلا رجالا، أي ليسوا من النساء، نوحي إليهم، أي أن الفارق بينكم وبينهم هذا الوحي الذي نزل عليهم. وقوله من أهل القرى، يعني من أهل المدن التي يسكن الناس فيها وليسوا من أهل البادية.
ثم قال تعالى: أفلم يسيروا، أي ألم يكن من شأنهم أن يشاهدوا ويلاحظوا المواطن الأخرى من الأرض التي جاء فيها أنبياء من أنبياء الله عز وجل دعوهم إلى التوحيد، فمن لم يستجب منهم نزلت به عقوبة دنيوية كمثل قوم عاد الذين كانوا في جنوب الجزيرة، وقوم ثمود الذين كانوا في شمالها، وقوم لوط الذين كانوا في الشام. فهؤلاء القبائل الثلاث كانت العرب تمر بديارهم وتتناقل ما حدث بهم من العقوبة لما خالفوا ما أمرتهم أنبياؤهم به، فقال: أفلم يسيروا في الأرض، سواء بالانتقال بأبدانهم أو بالتأمل والتفكر بأذهانهم، فينظروا أي فيتأملوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي ما هو آخر أمرهم وكيف كانت النتيجة لفعلهم. أنزل الله بهم العقوبات الشديدة فأصبحوا كأمس الذاهب، لم يبق منهم أحد. قال تعالى في قوم عاد: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. قال: ولدار الآخرة، أي إن الإنسان لن يعمر في هذه الدنيا كثيرا، وبالتالي سينتقل إلى الدار الآخرة. ولئن كان رب العزة والجلال قد وعد المؤمنين بالعاقبة الحميدة في الدنيا، فإن منزلتهم في الآخرة أفضل وأحسن مما يورثون في الدنيا. ولذا قال: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، أي لا تتفكرون في الأمور وتعرفون عواقبها. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، يعني أن الرسل يدعون أقوامهم ويتطاول بهم الزمان ويظلون في الدعوة إلى الله السنين العديدة، كما فعل نوح في قومه بلبثه فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وبالتالي ييأس النبي من أن يؤمن قومه وأن يدخل بعضهم في دين الإسلام، حتى إذا استيأس الرسل، أي دب إليهم اليأس والقنوط من إيمان بقيتهم، أو ظن أن عقوبة هؤلاء لن تكون زمن حياته وأنه سيموت قبل أن تنزل بهم العقوبة، وحينئذ يظن هؤلاء الرسل ويقدرون أنهم قد كذبوا، إما أن أقوامهم كذبوهم وأنهم لن يستجيبوا لدعوتهم، أو أن ما جاءهم من الوعد بإهلاك عدوهم لم يكن في زمان حياتهم. حينئذ يأتي النصر من عند الله جل وعلا والتغلب على الأعداء، وإذا جاءت العقوبة ينجي الله دعاة الحق والمستجيبين له. وأما أهل الإجرام والظلم فإن الله ينزل بهم العقوبة التي لا يستطيع أحد أن يردها. هذه قصص من قصص أنبياء الله، ساقها الله عبرة لنا وعبرة لأصحاب العقول. والأصل في العبرة أن يراد بها انتقال الإنسان من مكان إلى مكان آخر، ولذا يقال عبر النهر. وحينئذ كأنه قال:
في قصص هؤلاء الأنبياء عبرة، لأن الأذهان ستنتقل من حال المخاطبين إلى حال المعذبين، وتقيس حالهم على حالهم، بحيث تجزم أنه إذا نزلت العقوبة بالماضين لجرائمهم فإنه متى وجدت مثل هذه الجرائم فيهم فستنزل بهم العقوبة كما نزلت بمن سبق. وأولو الألباب هم أصحاب العقول الذين يفكرون في العواقب. قصة يوسف وغيرها من القصص وما في هذا القرآن كله وحي من عند الله جل وعلا، وبالتالي ليس كذبا ولا افتراء، وإنما هو من حديث الصدق، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة فهو يصدقها ولا يكذبها. وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء بمعنى أن هذا الكتاب قد ذكر أحكام جميع ما يكون في الوقائع من الوقائع في المستقبل، لأن الله قد جعل له خاصية أنه تفصيل لكل شيء، وفي نفس الوقت هو هدى بمعنى أنه معرفة بالحق واتباع لسبيله، وهو رحمة، يعني أنه سبب لنزول الرحمات بالعبد. ولكن هذا الهدى وهذه الرحمة إنما تكون لمن تهيأ قلبه لذلك، وأما الكافر فإنه يزداد عتوا ولا تنفع فيه مثل هذه المواعظ. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وحكم كثيرة، فمنها تقدير الإنسان لأبويه ورفع مكانتهما كما فعل يوسف بأبويه، وفي هذه الآيات استحباب تبشير الآخرين بالخير وبالمستقبل الحسن، كما قال يوسف لأبويه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي هذا الحديث من الفوائد رفع الإنسان لمكانة أبويه ما استطاع لذلك سبيلا، وفي هذه الآيات مشروعية السجود على سبيل التحية للآخرين في شرائع من سبق، وأما في شرعنا فقد نسخ ذلك وجعل السجود لله وحده. وفي هذه الآيات أن السجود عن قيام أفضل من السجود من الأرض، لأنه بذلك يخر للأذقان. وفي هذه الآيات وقوع تأويل الرؤى وأنه لا بد أن تقع، وفيها أن تفسير الرؤيا وتأويلها قد لا يقع إلا بعد السنوات الطويلة، فإن بين الرؤيا وبين سجود إخوتي يوسف له قرابة 30 سنة، فيمكن أن يكون تعبير الرؤيا لما بعد 30 سنة. وفي هذه الآيات أن الرؤى المنامية منها ما هو حق يفسر ويكون له معنى، ومنها ما يكون أضغاث أحلام ليس بحق. وفي هذه الآيات أن دخول السجن عقوبة، وأن الله جل وعلا إذا أراد أن يحسن بالعبد أخرجه من تلك المواطن. وفي الآيات الترغيب في ترك البادية، وفيها الترغيب في سكن المدن والقرى. وفي هذه الآيات حسن أدب يوسف حيث لم يلقي اللوم على
إخوانه أو ينسب إليهم ما لا يرغب الإنسان في نسبته إلى نفسه. وفي هذه الآيات الحذر والتحذير من إبليس ونزغاته حتى بين الإخوة. وفي هذه الآيات لطف الله جل وعلا وحكمته بإيقاع المقادير العظيمة بأسباب يسيرة. وفي هذه الآيات اعتراف الإنسان بنعم الله عز وجل عليه، واعترافه بأن كل نعمة وصلت إليه فإنما هي منه، من الله جل وعلا. وفي الأحاديث أن تفسير الرؤيا علم، وأنه يمكن للإنسان أن يتعلمه وأن يتقنه. وفي هذه الآيات من الفوائد دعاء الإنسان ربه جل وعلا أن يبقيه على الإسلام حتى إذا مات مات وهو على ذلك. وفي هذه الآيات تواضع يوسف وذله لربه وخضوعه له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الاقتداء بالصالحين والسير على طريقتهم، ولذا دعا يوسف فقال وألحقني بالصالحين. وفي هذه الآيات أن إخبار الآيات القرآنية بقصص الأنبياء السابقين آية عظيمة ودليل واضح يدل على صدق هذا النبي وصدق هذا الكتاب. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا صحة هذا القرآن بما أخبر به من الوقائع التاريخية التي لم يعد أحد يتذكرها. في هذه الآيات أن قصة يوسف ينبغي تأملها ودراستها وأخذ الفوائد والأحكام منها. وفي هذه الآيات أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأنه يعود عليهم بالسوء. وفي هذه الآيات عدم الاغترار بالكثرة، فكثرة الناس لا تعني صواب ما يقولونه أو ما يفعلونه، بل العبرة بدليل الشرع كتابا وسنة. ولذا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي هذه الآيات أن دعاة الحق لا ينبغي بهم أن يسأموا من عدم استجابة الآخرين لهم، فإن الله هو المتصرف في الكون وهو القادر على جعل بعض الناس يستجيبون وجعل آخرين لا يستجيبون. وفي هذه الآيات كثرت العلامات الدالة على صدق هذا النبي وصدق هذا الكتاب. وفي هذه الآيات تفكر الإنسان في أحوال الأقوام المعذبين وتأمل فيما يكون منهم. وفي هذه الآيات أن العبد عليه أن يخاف من الله أن ينزل به العقوبات الدنيوية. وفي هذه الآيات أن عذاب الله قد ينزل بالإنسان بسرعة بحيث لا يستعد لإزالة هذا الأمر الذي حصل عليه. وفي هذه الآيات أن دعوة الحق واضحة ليس فيها خفاء ولا تكتم، وإنما الواجب إظهارها وإبرازها. ولذا قال قل هذه سبيلي، والسبيل المراد بها الطريق الواسع، والمراد هنا الطريقة التي أعبد الله جل وعلا بها. في هذا دليل على أن السنة في أمر واحد
وليس في أمور متعددة. وقوله أدعو إلى الله أي أن مقصدي في دعوتي هي وجه الله والدار الآخرة، فلم أقصد شيئا من أموري الدنيا. ولا أريد منكم أن تستجيبوا لغير دعوة الله، فأنا لا أدعو إلى حزب أو منظمة أو جماعة لتكونوا موالين لهم، وإنما أدعو إلى الله وحده. وفي هذه الآيات اشتراط العلم في الدعوة، فلا يدعو الإنسان إلى شيء من الأفعال إلا إذا علم أن الشرع قد أمر به. وفي هذه الآيات مشروعية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤديه من أعمال، ومن ذلك في دعوته إلى الله تعالى. وفي هذه الآيات أن كل مسلم مطالب بأن يدعو إلى الله بما يعرف من الأحكام. وفي هذه الآيات تتابع الأنبياء الذين يدعون إلى توحيد رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا أن الذي يميز الأنبياء عن غيرهم هو الوحي الإلهي الذي يأتي من عند الله جل وعلا. واستدل بقوله من أهل القرى على أن الأنبياء لا يكونون من أهل البادية. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يستمر الإنسان في التأمل والتفكر في وقائع الكون وما فيه من العقوبات التي نزلت بمن خالف شرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يتأمل في ما يقع على الأمم الأخرى وكيف يخالفون شرع الله فتنزل بهم العقوبات المتتابعة. وفي هذه الآيات أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا، وفيها دلالة على أن التقوى من أسباب دخول الجنان. وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن ييأس من حصول وعد الله بالنصر والتمكين، ولكن لله حكم وقد يؤخر الأمر لتحقيق مصالح لا ينتبه لها المكلف. وفي هذه الآيات أن تكذيب الرسل لا ينقص من مكانتهم عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن نصر الله لا بد آت لمن تمسك بشرعه وسار على دينه وأراد الآخرة بعباداته، فيأتيه على جهة التبع ما يتعلق أو ما تصلح به أحواله الدنيوية. وفي هذه الآيات أن نصر الله قادم، وأن الله جل وعلا ينجي من يشاء من أنواع العقوبات. وفي هذه الآيات الترغيب في قراءة القصص المتعلق بالأمم الماضية، كيف كانوا وكيف مضوا وكيف كانت عقوبة الله معهم. وفي هذه الآيات أن القصص لها أمثال وعبر وفوائد، وفيها أن خير من يفهم ما في هذا القرآن هم أصحاب العقول. وفي هذا الحديث إثبات صدق هذا الكتاب. وفي هذا الحديث أن هذا الكتاب يصدق الكتب السابقة، صدق الكتب السابقة ولا
يكذبها. واستدل بهذه الآية على أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وله حكم شرعي واضح. وفي هذه الآيات أن هذا الكتاب إنما يهتدي به من قدر الله لهم الهداية به من المؤمنين. وفي هذه الآيات أن من تمسك بهذه الشريعة نزل به الخير وتنزلت عليه الرحمات. فهذا آخر تفسير سورة يوسف. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يفقهنا في معاني كتابه، وأن يجعلني وإياكم من استمع للذكر فاتبع أحسنه. وسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم ووحد ذات بينهم، ونسأله أن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يتولى شؤونها في صحة أبدانها أو في وفرة أموالها. بارك الله فيكم وغفر الله لكم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. وهذا آخر تفسير سورة يوسف، وبه تتم مجالسنا في شهر رمضان عام 44 و400 و1000. بارك الله فيكم وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.